يعني أتمنى أن أتأمل معكم عبادة رائعة جدا، هي من أهم العبادات على الإطلاق، وهي الصلاة. طبعا نحن نعلم أن الإنسان أول ما يحاسب عليه الصلاة، فإذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله، سبحان الله. ونعلم أن الصلاة هي عماد الدين، ونعلم أن هذه الصلاة هي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن من أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، يعني شيء محبب إلى الله تبارك وتعالى. لماذا كل هذا حول الصلاة؟ ماذا كشف العلم الحديث؟ يعني هل هو مجرد ثواب في الآخرة أم هناك فوائد عاجلة في الدنيا يمكن أن يكسبها الإنسان إذا حافظ على الصلاة؟ دعوني أيها الأحبة أتأمل معكم بعض الدراسات العلمية وماذا كشف الباحثون عن أسرار الصلاة، ثم نتأمل ما قاله القرآن عن هذه العبادة الرائعة. طبعا في دراسة علمية جديدة توصل العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن أداء فريضة الصلاة في الإسلام يعتبر طريقة مفيدة لتخفيف آلام المفاصل والظهر، ولكن بشرط أن يحافظ عليها طبعا لما تتضمنه من وقوف وركوع وسجود وغير ذلك. وأوضحوا أن أداء الصلاة 5 مرات يوميا يساعد في تليين المفاصل وتخفيف تصلبها عند الكثير من المصابين بالأمراض الروماتيزمية، وهي تفيد من يعانون من تيبس العمود الفقري بشكل خاص، سبحان الله. وأظهرت الدراسات التي أجريت في مؤسسة البحوث الإسلامية الأمريكية أن الاستقرار النفسي الناتج عن الصلاة ينعكس بدوره على جهاز المناعة، يعني النظام المناعي في الجسم، حيث يسرع عملية الشفاء، وبخاصة بعض الأمراض المزمنة مثل يعني التهاب المفاصل والذئبة الحمراء والروماتيزم وغير ذلك. وبيّنت الدراسة أن معدلات الشفاء من المرض تكون أسرع عند المرضى المواظبين على أداء الصلاة، سبحان الله، حيث يغبر قلوبهم الإيمان والتفاؤل والراحة النفسية والطمأنينة، مما يؤدي إلى تنشيط هذا النظام المناعي وزيادة مقاومة الجسم. ويرى بعض العلماء أن الصلاة وحركاتها تمثل علاجا طبيعيا لحالات الشيخوخة التي يصاب فيها البعض بتآكل الغضاريف وتيبس المفاصل، والذين يعتمد علاجهم بشكل رئيس على الرياضة، سبحان الله. وفي دراسة يعني غير إسلامية قال باحثون أمريكيون إن التدين بشكل عام يعني والالتزام بتعاليم الدين من شأنه تخفيف الشعور بالآلام المزمنة ومساعدة المرضى وبخاصة مرضى السرطان على تحمل الألم وعلى الشفاء بشكل أسرع وعلى الاستجابة للعلاج الكيميائي بشكل أسرع، سبحان الله. يعني أيها الأحبة الصلاة مفيدة جداً لأجهزة الجسم، ونحن نعلم إن حركات الصلاة والمحافظة على أدائها 5 مرات وبخاصة إذا تم أداؤها في المسجد مع المشي، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى كثرة الخطى إلى المساجد، أوصى بذلك. فعندما تذهب إلى المسجد وتؤدي الصلاة ثم تعود، وهذه الحركات وهذا التكرار 5 مرات كل يوم وفي توقيت محدد، يعني مع شروق مع يعني الأوقات الخمسة لها مواقيت محددة كونية تتعلق بنظام الكون ونظام إفرازات الهرمونات في الجسد، يعني أذان الفجر له توقيت محدد أيضا، الظهر العصر المغرب العشاء كلها مرتبطة بغياب الشمس وشروقها والشفق وغير ذلك، يعني كلها نظام كوني يعني محكم جدا، أنت لا تؤدي الصلاة عشوائيا هكذا بل في مواقيتها. لذلك النبي قال عن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، سبحان الله. دعوني أتابع معكم ما كشفه أيضا أو ما كشفته بعض الدراسات العلمية الحديثة. طبعا أيها الأحبة يصرح بعض الباحثين المهتمين بموضوع الشفاء بالصلاة أن الصلاة إذا تمت بخشوع يكون لها تأثير جيد على شفاء الأمراض،
وفي مقالة نشرتها جريدة واشنطن بوست أكد فيها الباحثون أن الذين يحافظون على الصلاة بغض النظر عن ديانتهم يتمتعون بصحة أفضل وباستقرار نفسي ولا يعانون من اضطرابات نفسية. وفي دراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا شملت أناسا متدينين من مختلف الأديان، وجد الباحثون أن الإنسان المتدين لديه نسبة أقل من خطر الموت المفاجئ والأمراض المزمنة. وفي دراسة أجريت في جامعة روشستر تبين أن معظم الأمريكيين يعني 85% منهم مقتنعون بأن الصلاة تساعد على شفاء الأمراض. وفي دراسة أجريت عام 1988 أظهرت مفاجآت كثيرة وغير متوقعة، حيث وجد الطبيب الأمريكي راندولف بيرد، وجد هذا الطبيب أن الدعاء والصلاة من أجل مرضى القلب يؤدي إلى تحسن حالتهم النفسية والصحية. سبحان الله، يعني أيها الأحبة، هذه الدراسات والله يعني إن الإنسان لا يعجب أنهم أجروا دراسات على أناس غير مسلمين مع أن صلاتهم يعني ليس فيها ذلك الخشوع والركوع والسجود والحركات والنظام والتوافق مع نظام الكون، يعني مرتبطة بشروق الشمس وغياب الشمس وغير ذلك والزوال والأوقات التي نعرفها. رغم ذلك وجدوا فوائد كثيرة، فكيف بالصلاة على الطريقة الإسلامية؟ كيف بالإنسان الذي يحافظ على الوضوء 5 مرات كل يوم، على طهارة جسده، على طهارة لسانه، طهارة قلبه، على هذا النظام المشي إلى المساجد، الاستيقاظ لصلاة الفجر؟ تأملوا أيها الأحبة، فهذه الصلاة لها فوائد عظيمة عظيمة جدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول؟ أرحنا بها يا بلال. انظروا، هي راحة للإنسان أيها الأحبة. وبالتالي يمكننا أن نقول أيها الأحبة إن الله تبارك وتعالى لم يفرض شيئا علينا إلا وأثبت العلم فوائده، ولم ينهنا عن شيء إلا وأثبت العلم ضرره. فالصلاة فيها فوائد طبية وفوائد نفسية وعلاج لأمراض القلب وعلاج لضغط الدم وعلاج لآلام العمود الفقري كما رأينا، وعلاج للكثير من الأمراض. أنت عندما تؤدي هذه الصلاة تستفيد في الدنيا وفي الآخرة. رزقناهم ينفقون، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا منهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.